السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدارس المنتزه الخاصة رياضيات للصف الأول الابتدائي، تقديم الأستاذة ريهام أنور. أبنائي طلبة الصف الأول الابتدائي، تعالوا يلا معانا مع بعض نكتب العدد بالحروف. اكتب العدد بالحروف. واحد، بكتبها ازاي يا أولاد؟ بنكتب واو ألف حاء دال. واحد، برافو عليكم. نشوف اللي بعده، اسنان. بكتب اسنان ازاي؟ الف ساء نون، الف نون، تمام كده. اللي بعده كام يا اولاد؟ ثلاثة، ثلاثة. ساء لم الف، ساء تاء مربوطة، برافو عليكم. يلا نشوف السؤال ده بيقول لي ايه. اكمل بنفس التسلسل، واحد اسنان، ها بعد الاتنين يا اولاد، ثلاثة أربعة خمسة ستة، تمام كده. يلا مع بعض نشوف اللي بعده، مكتوب ستة سبعة. طب بعد السبعة يا أولاد، ثمانية. بعد الثمانية تسعة. بعد التسعة عشرة، برافو عليك يا أولاد. يلا مع بعض نشوف سؤالنا، رتب تصاعديا. طب يعني ايه تصاعديا يا أولاد؟ يعني بصعد السلم، يعني من الصغير للكبير. طب انا عندي الايه الارقام اللي عندي؟ ايه؟ سبعة تسعة تمانية خمسة. طب اصغرهم مين يا اولاد؟ انا سمع حد بيقول لي خمسة، برافو عليك. بعد الخمسة اولاد ايه؟ السبعة. بعد السبعة كام؟ تمانية. بعد التمانية تسعة، برافو عليكو. يبقى خمسة سبعة تمانية تسعة. يلا مع بعض نشوف السؤال ده، عد واكتب العدد. طيب تعالوا نعدوا كده، كام؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة. أربعة، يبقى أنا عندي التورتة كام؟ أربعة أولاد، يبقى أكتب أربعة. يلا مع بعض نشوف السؤال بيقول إيه. حوط حول العدد الأكبر. عايزين العدد الكبير أولاد، واحد ثلاثة ستة اتنين. مين الكبير اولاد؟ ستة، برافو عليكم. وكده نكون انتهينا من تدريبات النهاردة، والى لقاء اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.